الخريج محمد حمدي محمد منصور نجم أول قطاع الدراسات الهندسية كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس. الخريجة مريم علي محمد شريف عبد القادر أول قطاع الآداب كلية الآداب جامعة بنها. الخريج مصطفى محمود علي حسن أول قطاع الدراسات التجارية كلية التجارة جامعة مدينة السادات. الخريجة عبير لطفي أحمد محمد أول قطاع الاقتصاد والعلوم السياسية كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف. الخريجة الزهراء سراج الدين محمد عبد الحافظ أول قطاع الدراسات التربوية كلية التربية جامعة المنيا. الخريج يوسف أحمد زكريا أول قطاع التربية الرياضية كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية. الخريجة همسة حسام عبد الحليم إبراهيم أول قطاع الفنون والتربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان. الخريجة إيمان محمد محمود محمد أول قطاع السياحة والفنادق كلية السياحة والفنادق جامعة مطروح. الخريجة كلارا سامر يسري لبيب أول قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي كلية التربية النوعية جامعة طنطا. الخريجة حنان عبد الرحمن عبد الحكيم أول قطاع الخدمة الاجتماعية كلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط. الخريجة فايزة حسام حمدي إبراهيم أول قطاع العلوم كلية العلوم جامعة العريش. الخريج أحمد زنهم سعد عبد الغني أول قطاع الدراسات الطبية كلية الطب جامعة القاهرة.
الخريجة روضة مفيد جمال عبد المطلب، أول قطاع الدراسات الصيدلية، كلية الصيدلة، جامعة بورسعيد. الخريجة رانيا عبد الرحمن عبد الرحيم، أول قطاع الدراسات الزراعية، كلية الزراعة، جامعة الوادي الجديد. الخريجة داليا مسعود حسن خليل، أول قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني. الخريجة منار السيد رضوان عثمان، أول قطاع التعليم التكنولوجي، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة الدلتا التكنولوجيا بأويسنا. الخريجة نجاة محمد نجيب أحمد، أول قطاع الآثار، كلية الآثار، جامعة الأقصر. الخريجة سحر جلال إناوي سليمان، أول قطاع طب الأسنان، كلية طب الأسنان، جامعة قناة السويس. الخريج مهاب محسن محمد عبد الصمد، أول قطاع الطب البيطري، كلية الطب البيطري، جامعة المنصورة. أما الخريج الأخير هو مش بس من أوائل القطاعات المكرمين النهاردة، ولكنه أيضا زميلي هنا على المسرح. ألف مبروك للخريج محمد سيد حسين محمد، أول قطاع الدراسات الإعلامية، كلية الإعلام، جامعة بني سويف.